رغودة رسمتي يا حبيبة قلبي؟ رسمتي ايه؟ الدائرة؟ رسمتي الدائرة؟ طيب بصي يا رغد، لما نرسم خطوة بخطوة وريني. يعني انت رسمتي الدائرة دلوقتي، خلاص تمام. لما نرسم جزء تاني بقى وريني انت عملت ايه. بصي يا رغد، من ربع الدائرة من تحت كده هعمل خط بإيدي كده. احنا نرسم حوض سمك. اوكي، هعمل من ربع الدائرة خط كده اهو. خلصي ووريني عملت ايه يا قمر. عملت ممكن تفتحي الكاميرا وتوريني؟ ايه رغدة؟ ايه؟ بقولك ممكن تفتحي الكاميرا وتوريني؟ بتفتح. طيب خلاص مش مشكلة، امشي معايا خطوة بخطوة. ولو مش عارفة تعملي حاجة عرفيني وانا هعملها معاكي تاني. يعني كنت احب ان الكاميرا تفتح كده نشوف مع بعض الخطوات. طيب ايه رأيك بقى يا رغدة لو نعمل سمكة بقى كبيرة هنا؟ بس احنا عايزين نكبر السمكة عشان دي العنصر الاساسي في الرسمة بتاعتنا، فعايزين نعملها كبيرة. بصي هعمل ايه، هعمل قوس كده كأني بكتب حرف يو بالجنب كده. هعمل قوس كبير كده، عارف تعملي كده؟ عارف كبير خالص، عارف تعملي كده؟ خلاص. وبعد كده من هنا هعمل خط كده، قوس كده برضو وقوس كده. اعملي كده زي ما انا عملت. خلصتي يا رغودة؟ بس انتي كده يا رغودة ولا لأ؟ ماشي يا حبيبة قلبي. تعرفي بقى تعملي قلب او هارت كبير؟ بصي الديل بتاعها هيبقى عبارة عن قلب كده. أنا عارفة تعملي قلب كده كبير؟ اه. خلصي حاجة قولي لي خلصتي يا تيتشر، خلصي وعرفيني. وبعد كده خلصتي؟ خلصتي يا رغودة؟ ماشي يا حبيبتي. بعد كده يا رغد هعمل من هنا 4 أقواس. 1 2 3 4، 4 أقواس كده في السمكة بتاعتي. وبعد كده هعمل هنا شكل بيضاوي كده. دي العين بتاعت السمكة. شايفة يا رغودة؟ شايفة كويس؟ صورة واضحة. والبق كده هيبقى عبارة عن قوس كبير. السمكة بتاعتنا كده جميلة وبتضحك، جميلة زي رغد. بصي القوس بقى، البق بتاع السمكة عبارة عن قوس كبير كده. ترجمة
الغرفة خلصتي يا جميل؟ وبعد كده من هنا عارفة هعمل من هنا زي مثلث كده كبير شوية. ومن تحت مثلث بس صغير شوية، يعني فوق مثلث كبير وتحت مثلث صغير. عملت عملتي يا رغودة؟ خلصتي؟ ماشي يا حبيبي. وبعد كده هاجي من الجزء ده كده من تحت، بصي من تحت بق السمكة بشوية هعمل قوط كده واطلع بخط مستقيم. من تحت بق السمكة كده عملت قوط كده وطلعت بخط مستقيم. عملت بعد كده تعالي بقى نرسم هنا خط تاني زي اللي عملته كده. عملت هنا خط كده تاني، تعالي نرسم الجزء اللي بيقف كده عليه الحوض بتاعنا. بصي هعمل خط لبره كده يا موضة، ومن هنا برضه خط نص طوله واوصلهم بالمسطرة كده، اوصل الخط ده بده. ده شكل حوض السمك لما بيكون واقف. سنتي يا رغودة، عادي لو ما خلصتيش عادي، انا بس عشان مش شايفاكي كنت احب ان انا اشوف خطوة بخطوة، بس انتي بتقولي الكاميرا مش بتفتح فمش مشكلة، بس عرفيني لو انتي ما خلصتيش عادي استناكي، او لو مش عارفه خلاص تعملي حاجه قولي لي وانا امسحها واعملها معاكي تاني. خلاص خلصتي؟ طب تمام تمام ومن هنا من فوق، عارفه من الجزء اللي فوق ده يا رغوده هعمل كاني بكتب اتنين كده، الناحيه التانيه اتنين كده مقلوبه واوصلهم بشكل بيضاوي كبير. اهو اتنين كاني بكتب اتنين هنا كده واتنين مقلوبه ووصلهم بشكل بيضاوي كبير كده. عمل ماشي يا قمر. طب تعالي نعمل بقى، عارفة حوض السمك مش بيكون فيه، بيكون في حوض السمك يا رب ايه الصوت بيتكرر، بس مش بيكون في حوض السمك احجار كده، تعالي نعمل احجار الملونة دي ديزاين الحوض. بصي هعمل نص دايرة وجنبها نص دايرة وجنبها نص دايرة، هعمل أربعة عندي مكان كبير. والناحية التانية برضو هعمل زيهم بالظبط، هعمل نص دايرة كده ونص دايرة ونص دايرة. مثلا عمل ماشي يا رغودة. بصي بقى ماشي يا فوق رب كل بقى بين دي ودي هعمل فوقيها واحدة كمان، بص كمان كده واحدة بين كمان بين النص دايرة دي والنص دايرة دي هعمل نص دايرة كمان كده، يعني الأربعة دول هعمل فوقيهم عمل ثلاثة، والأربعة دول برضه عمل هعمل. ماشي براحتك، ما تستعجليش عادي عشان عارفه اشوف لحظه. وبرده بين الاثنين دول هعمل واحد كمان كده وواحد اهو. وفي النص يا رغوده هعمل اشكال بيضاويه كده كأن في احجار ايه هنا كده.
عملت خلاص يا حبيبتي. طيب تعالي بقى نعمل هنا كده شكل الزرع. بصي هعمله ازاي، عارفة كأني بعمل هلال كده، عارفة شكل الهلال اهو، كأني بعمل هلال كده او اتنين كبيرة، وكمان اكبر منه، هلال اكبر منه كده. الناحية التانية كده برضو. ده الزرع اللي بيكون في الحوض بتاع السمك، وهنا برضو هنعمل زيه كده، هنعمل قوس كده وقوس عكسه كده. تعالي نرسم هنا سمكة تانية صغيرة. بصي السمكة دي بقى سهلة جدا، هنعملها ازاي؟ نعملها ازاي؟ هنعمل كده شكل هنعمل معين، كأني بكتب 8 بالجنب و7 بالجنب كده، وفي بالجنب الآخر في الآخر. نسويها. شايفة عملت ايه؟ عملت كده عملت ايه؟ 8 عملت كده 8 و7، وفي الآخر و7 مثلثي وفي الآخر رغوي. مثلثي رابع. الصوت بتاعي بيتكرر كده. وبعد كده لو بعد غوطه كده هعمل، لو انت ماشيه هعمل معايا ولا ماشي انا معايا ولا سابقاكي؟ انا لو انا سابقاكي قولي لي، ولا انا ماشيه معايا يا رغوده؟ عالية رغودة. ماشي يا حبيبتي. بعد كده هقسم السمكه دي بعد كده لثلاث هقسم خطوط، السمكة ادي دي خط كده هرسم فيها ثلاث خطوط، 1 2 3، واحد اثنين ثلاثة. وهعمل هنا قوس زي ما عمل عملت في السمكه عمل هنا التانيه، قوس زي وعينين. ما عملت الثانية وعينين. عملت وهعمل مثلث كده صغنن من تحت هنا المثلث. طول المايك يا رغودة، لو عايزة تسأليني افتحيه. ايه يا حبيبتي، أنا خلصت خلصتي؟ خلصتي؟ ماشي كده. المفروض قبل ما المفروض إيه؟ قبل ما المفروض نعمل قبل ما اي تصميم، نعمل أي المفروض نبص كويس كده لو في اي كويس حاجة كده عايزة لو في أي تتظبط حاجة عايزة في التصميم او الرسمة بتاعتك، أو الرسمة علشان بتاعتك نشوف لو في اي حاجة عايزة تتظبط. أي حاجة عايزة تتظبط. افتح، فاحنا هنبدأ تلوين على طول. هنبدأ تلوين على اول طول. حاجة هعملها احدد السمكة بتاعتي دي بالقلم الماركر او القلم الفلماستر، لو مفيش عندك حددها بالخشب. بس بشتغل يعني معاكي مثلا الوان ايه؟ يحصل هتستخدمي النهارده الوان ايه؟ لا انا غير اسمها غلط. انا عايزة اكل. انا هقعد براحتكم. انا عايزة اقعد هنا. انتي بتحددها ازاي؟ والناحية التانية برضو، والسمكة التانية دي برضو بحددها. وبعد كده بقى هبدأ بقى الونها، هلون دي باللون الاصفر والاورنج. بصي بقى التلوين يا رغد بيكون ازاي. لو احنا هنلون مساحة كبيرة بنمسك القلم من فوق كده، لكن لو احنا هنلون مساحة صغيرة أورانج بمسك القلم
بكتب زي المساحة دي كده، امسك القلم كده من تحت كأني هكتب وببدأ في اتجاه واحد. اهم حاجة ان انا لون في اتجاه واحد عشان الرسمة بتاعتي ما تبقاش مجرد شخابيط وبس، تبقى رسمة حلوة كده، التلوين يبقى جميل، التلوين يبقى جميل. شايفة بلون في اتجاه واحد ازاي؟ هلون جزء، اول جزء هكتبه اصفر وتاني هكتبه اصفر برتقاني وبعد كده اصفر وبعد كده برتقاني. بلون في اتجاه واحد ازاي؟ مش بلون شوية بلون شوية بالعرض، مادام بدأت تلوين بالعرض افضل لون بالعرض. لو بدأت لو تلوين بدأت بالطول افضل الون أفضل بالطول على طول. شايفة؟ دي هتبقى بالأسود والأورنج ودي هتبقى بالأسود والأصفر. لو عندك ألوان من دي لو عندك بالأويل ألوان باستل، دي بالأوريل بلون باستل باتجاه دائري كده. أنا قلت أعلمك بالاتنين برضه عشان لو عندك ألوان من دي أو من دي. بصي بلون باتجاه، عندك عندي من الاثنين يا مس من دي الأويل باستل؟ دي الأوريل باستل بعد كده هبدأ ألون الزرع، هبدأ ألون بحدده بالأخضر الغامق يا حدده رغوطة بالأخضر وبلونه. الغامق يا رغوطة بلونه يعني بصي أهو، يعني بحدد بصي أهو بحدد المكان الأول بتاع اللي أنا عايزة أعمله كده. هحدده بالأخضر الغامق وبعد كده هلون من جوه بالأخضر الفاتح. خلي بالك عشان ما تخرجيش بره، خلي بالك واحنا عشان بنلون باللون بره واحد، واحنا بنلون بنلون في اتجاه واحد. واحد نيجي بقى نلون الأحجار دي رغدة، هنلونها بكل الألوان. هي بتكون يعني بتكون ملونة بألوان كتير، يعني نلونها مثلا بالبينك، بس زي ما هنلون هنا نرد اللون الناحية التانية. يعني احنا لونا هنا أول واحدة وتالت واحدة بالبينك، هنلون هنا برضو أول واحدة وتالت واحدة بالبينك. بعد كده هنلون بالأصفر، يبقى هنا بالأصفر. وهنا برضو بالأصفر. وهنا هلون بالأورنج كده وهنا بالأورنج. كده بالأزرق. وبعد كده Gracias.
شفتي عملت الوان كتير قد ايه يا رغوده؟ بعد كده هلون الخلفية دي، دي يسموها لون، هلونها باللون الأصفر. لكن الخلفية دي رغوده هلونها باللون الأزرق عشان دي المية، هلونها باللون اوكي الأزرق. بصي أنا ماسكة القلم من فوق ازاي عشان هلون مساحة ايه كبيرة، زي ما أنا قلت لك لو مساحة كبيرة بمسك القلم من فوق وبلون كده بجنب القلم، لو مساحة صغيرة بمسك القلم كأني هكتب. وبعد كده هاجي بقى من بق السمكة دي، بصي هعمل زي فقاعات هوا كده، يعني هعمل دايرة صغيرة، دايرة كبيرة ودايرة أصغر لحد ما نطلع لفوق كده. والناحية التانية كده برضه. وحدد بقى الخطوط اللي انا عملتها دي. ترسمي معايا ولا لأ؟ رغوده معايا؟ رغوده لو انتي ولا وصلتي لفين عرفيني. رغد معلش رد عليا كده، افتحي المايك ورد عليا عشان اعرف انت خلصتي ولا لا. خلاص تلون. بتلوني؟ ماشي يا حبيبتي. الجزء اللي تحت ده بلونه برضو باللون، بلون غامق كده اهو. بصي انا بحدد المساحة اللي انا هلونها الاول وبعد كده بلون. ايوه ماشي. نعم بقى بروح على برافو عليك يا رغود.
ايه يا حبيبتي، خلصتي تلوين؟ خلصتي تلوين؟ ألون ماشي يا قمر، يا ريت كانت لسه تبقى الكاميرا شغالة، كنت عايزة أشوف، عايزة أشوف حاسة كده إن أنتي فنانة، كنت عايزة أشوف بقى الرسم عايزة أشوف الجميل بقى قبل ما اللينك يخلص. خليني